الله أكبر. عباد الله، عليكم بتقوى الله عز وجل في جميع الأمور، فإن تقوى الله عز وجل هي سبب السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها الإخوة، لو تحلى كل فرد بالتقوى لحسن عمله وخلصت نيته واستقام على الهدى. ولو تحلى كل مسؤول واتصف بالتقوى لأقام العدل وأبطل الظلم. ولو تذوق الغني طعم التقوى لأعطى واتقى وصدق من حسنى ورحم الفقير والمسكين واليتيم والأرملة. ولو تزينت المرأة بزينة التقوى لصانت عرضها وحفظت شرفها وأطاعت زوجها وربت أولادها على الدين والخلق العظيم، ولما خرجت في الشوارع متبرجة لتفتن الناظرين. ولو أدرك الشعب معنى التقوى لما وقعت جريمة وما شاعت فتنة ولنزعت الأحقاد من الصدور وأصبحنا إخوانا على سرور متقابلين. فالتقوى أيها الإخوة هي العلاج لكل مجتمع مريض، وهي أساس صلاح الأعمال كلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، والمحاسبة المثمرة هي التي يعقبها الندم على المعصية. فهلما أخي المسلم لنتساءل عن حقوق الله عز وجل، هل أديتها على الوجه الأكمل؟ هل دمعت عيناك يوما من خشية الله وقد علمت أن النار لا تدخلها عين بكت من خشية الله؟ هل أديت الصلاة في أوقاتها بخشوعها وركوعها وسجودها؟ إذا لم تمتثل أمر الله عز وجل في هذا الأمر كله فستندم يوم القيامة، ولا ينفع كذلك الندم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتقوا الله إخواني وصوموا 6 أيام من شوال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام جميع العام. ثم إذا انقلبتم من صلاتكم فارجعوا من طريق أخرى وتصافحوا وتسامحوا وتغافروا وتعاونوا على البر والتقوى، وكونوا عباد الله إخوانا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما. قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين الحنفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين من 10 الكرام البررة المبشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين وخصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، واحفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وأقر عينه بشقيقه مولاي راشد، واحفظه في سائر أسرته الملكية، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة فقيدي العروبة والإسلام جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وارفع مقامهما في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمع شتات المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وخلص قدسك الشريف من يد السهايرة الغاصبين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجميع المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الإمن والإيمان، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا رب العالمين. واصلح اللهم أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين،
وأخي إخواني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإخوان الذين قاموا بتجهيز وتسهيل هذا الحفل الديني. اللهم احفظهم في صحتهم وفي أولادهم وفي أموالهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم كن لهم وليا ومعينا وحافظا ونصيرا، اللهم اجعل مقامهم في أعلى المقامات. ونحن فما علينا أيها الإخوة إلا أن ندعو لهم بالخير ونكون عند حسن ظنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع فيكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعيدكم مبارك كريم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. آمين يا رب العالمين.